الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والصلاة والسلام على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وعلينا فارض عنا معهم يا رب العالمين. الله تعالى يحكي لنا في كتابه قصصا لتكون لنا عبرا. قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال أهل العلم: أحسن القصص ما جمع بين أمور، أولها أن تكون هذه القصة حقيقة واقعة، وثانيها أن تكون هذه القصة فيها عبرة وعظة، وثالثها أن لا يكون في هذه القصة زيادة ولا نقصان. قصص البشر معظمها مخترعة، فحينما تكتب أو تروى أو تذكر قصة فإنما هي اختراع وتأليف، يخطر في بال مؤلفها أنه قد حدث كذا وكذا وليس كذلك، لم يحدث كذا ولا كذا، ولم يقل فلان لفلان، ولم يوجد أصلا فلان وفلان. فإذا شروط القصص العظيمة التي سماها الله تعالى أحسن القصص أن تكون أولا صادقة حقيقية واقعة، وهذه في كثير من الأحيان لا تتوافر في قصص البشر، وإنما قصصهم اختراع كما قلنا. الثاني أن يكون في هذه القصص عبرة وعظة وانتفاع لمن يستمعها. فأما القصص التي تروى وتذكر لمجرد التسلية فليست من أحسن القصص أبدا، وإنما هي تزجية للأوقات وتضييع للأعمار. وأما الشرط الثالث من شروط أحسن القصص فأن تكون هذه القصة بلا زيادة ولا نقصان. أيضا قصص البشر قد تكون أحيانا فيها عبرة وتكون واقعية حدثت، ولكن الذي يرويها ليشد السامع إليه يزيد في أولها ينقص في آخرها، يقدمها من البداية يؤخر من النهاية، ثم يجمع كل هذا ليشد السامعين، وهذا إذن يكذب لأنه يحرف فيما جرى حقيقة. أما قصص القرآن فإنها خلو من هذه المعايب كلها، لذلك سماها الله تعالى أحسن القصص. من هذه القصص العظيمة العجيبة المفيدة الطيبة قصة سيدنا موسى عليه السلام مع ذلك العبد المؤمن الصالح الفاضل التي حكاها رب العزة في سورة الكهف، وقرأتها آنفا في الصلاة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. سيدنا موسى كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كان يوما في قومه في بني إسرائيل يعظهم ويذكرهم، ولعلهم تأثروا وانتفعوا بهذا المجلس كثيرا، فسأله أحدهم: يا نبي الله، هل على وجه الأرض اليوم من هو أعلم منك؟ في حد أعلم منك؟ فأجاب بمقتضى علمه وما يعرفه وهو صادق في كلامه، قال: لا، حسب ما يعرفه من علم وحسب ما أطلعه الله تعالى في ظاهر الأمر أنه هو كان الرسول النبي في ذلك الوقت، ولم يكن هناك نبي آخر معاصر له إلا أخوه هارون الذي بعثه الله تعالى بطلب من موسى عليه السلام، فموسى أعلى مقاما عند الله تعالى وأكثر علما من أخيه هارون، هو الذي طلب الرسالة له، وأخي هارون وأفصح مني رسالة لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فبحسب علمه قال الواقع، قال أنه لا يوجد من هو أعلم مني وهو صادق. في البخاري قال: فعتب الله عليه. لماذا؟ قال: لأنه لم ينسب العلم إليه سبحانه وتعالى. قال يعني يقول الله أعلم.
حتى وإن كنت تعلم أنك أنجح إنسان في اختصاصك الذي تفعله، إن قيل لك أنت أعلم إنسان قل الله ورسوله أعلم، إن قيل لك أنت أشرف إنسان قل الله ورسوله أعلم، إن قيل لك أنت أفضل إنسان قل الله ورسوله أعلم. لا تنسب الفضائل إليك، انسبها إلى الذي أعطاكها سبحانه وتعالى، وفوض العلم الحقيقي الجازم الذي لا يأتي الخلف إليه سبحانه. هذا الذي ينبغي لكل مؤمن. قال: فعتب الله عليه فأوحى إليه: بلى عندي من هو أعلم منك. فقال: أي ربي من هو؟ قال: عبدنا خضر. فقال: أي ربي أين هو حتى أذهب إليه فأتعلم منه؟ قال: هو بمجمع البحرين. كونه الخضر رضي الله عنه أو عليه السلام، اختلف العلماء هل الخضر رضي الله عنه أو عليه السلام رجل صالح فاضل أو نبي من أنبياء الله. ذكر أهل العلم أقوالا في هذه القضية. المهم، هذا الرجل الصالح منذ القديم بعض الناس أنكر أن يكون، إذا سمحت حدا يسكرون الشباك عشان الصوت، بعض الناس أنكر أن يكون هذا الإنسان هو الخضر. أيضا هذه القضية وردت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه جاءه يوما رجل يسمى نوفا البكالي أو البكالي، وهو من التابعين، فقال نوف: إن فلانا يزعم أن الرجل الذي كان مع موسى ليس هو الخضر، ما هو الخضر؟ فقال عبد الله بن عباس: كذب، هذا الذي ينكر أنه الخضر بالذات كذب، هذا الذي يقول بل هو الخضر. وحدثهم عبد الله بن عباس بالحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمية هذا العبد الذي لم يسمى صراحة في القرآن بالخضر. هذا الرجل قد آتاه الله تعالى من العلم الشيء الكثير، وأطلعه الله تعالى على أشياء مما غيبها عن كثير من خلقه، لذلك أهل العلم في الراجح من أقوالهم أنه نبي، أن الخضر نبي. الآن قضية أنه توفي أم أنه حي، هذه أيضا جرى فيها خلاف طويل منذ القديم، هل توفي أم أنه لا يزال موجودا حيا؟ الله تعالى أعلم بذلك، لا نجزم ولا نقطع. بعض العلماء ألف رسائل في حياته، وبعض أهل العلم ألف رسائل في كونه مات ومنذ القديم، فالله تعالى أعلم بهذا، لا يهمنا هذا في شيء. المهم، هذا الرجل هو الذي جرت له الحادثة مع سيدنا موسى. أول عبرة نستفيدها من هذه القصة رجوع سيدنا موسى إلى الحق، وفيئه إلى ما وجهه الله تعالى إليه. الفيء هو الرجوع مباشرة. أوحى الله إليه: عندي من هو أعلم منك، عبدنا خضر. فقال: أي ربي دلني عليه لأتعلم منه. ما قال موسى عليه السلام: أنا رسول مكلم كليم الرحمن، أنا أتعلم؟ من الذي يعلمني؟ من من البشر قد فاقني حتى يعلمني؟ قال: لا يا ربي أتعلم. استشعر أنه مباشرة لما عتب الله تعالى عليه أن لم يكل العلم إليه وينسبه إليه، استشعر أنه قد تجاوز الحد في هذه القضية، فقال: يا رب دلني. هذه القضية الأولى. وفوق كل ذي علم عليم، قد أتقن مجالا من المجالات فأظن نفسي بارعا فيه، فيأتي إنسان، إن كنتم تذكرون منذ أيام قلنا لا ينبغي لعبد أن يستصغر غيره حتى وإن كان ابنه أو طالبا له أو طفلا صغيرا في يوم من الأيام، لأن الطفل يكبر والطالب يتعلم والابن يشب، وقد يفوق أباه ومعلمه ومن كان أكبر منه سنا بمراحل كثيرة، فلا ينبغي للعبد أن يستصغر عباد الله. هذا الرجل طلب، سيدنا موسى طلب من ربه أن يدله أيضا على مكان الخضر. قال: إنه بمجمع البحرين. الآن
هذا التفصيل ذكرته في يوم من الأيام في قصص الأنبياء ولن أدخل فيه كثيرا. أين مجمع البحرين؟ والناس يقولون هو ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ناس يقولون لا، ما بين نهر النيل وما بين البحر المتوسط. أقول ما قاله كثير من أهل العلم من قديم، كلمة جامعة تريحك من كثير من التفكير الذي قد يخطر لك. لو كان في تحديد المكان الذي التقى فيه الخضر وموسى عليه السلام فائدة لك في دينك لأعلمك الله تعالى إياها في القرآن ولم يغيبها عنك. لو كان في فائدة واحدة في دينك ستزيد من دينك وقربك إلى الله لأعلمك الله مباشرة بها، فلا تضيع وقتك في هذه المسائل. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا كما قال الله تعالى، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، هذا لا يهمك، كان هنا كان هنا لا يهم أصلا. الغاية هي العظة والاعتبار والفائدة من القصة، وأنها قصة حقيقية كما قلت قطعا بتفاصيلها المذكورة في القرآن. انطلق سيدنا موسى عليه السلام ومعه فتاه، والفتى كان يخدمه في ذلك الوقت في قصص الأنبياء إذا كنتم تذكرون، ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة بعد وفاة سيدنا موسى، هو يوشع بن نون، تذكرون ذلك؟ لو لعل بعضكم يذكر هذا في قصص الأنبياء. يوشع بن نون هو فتى سيدنا موسى، وقد نبأه الله، يعني أكرمه الله تعالى بالنبوة بعد وفاة سيدنا موسى. أما في هذه الحادثة فقد كان مجرد إنسان مؤمن عادي، لم تنزل عليه النبوة بعد. انطلق هو وخادمه وفتاه يوشع بن نون متوجهين إلى مجمع البحرين. كم طال في هذا الوقت، أم كم طال الوقت عليهم؟ الله أعلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتابه صحيح البخاري لهذه القصة، ترجمها في كتاب العلم وقال: باب سلوك البر والبحر في طلب العلم. البخاري رحمه الله يقول أهل العلم: علمه في تراجمه، يعني عناوين. تراجم في اللغة بمعنى عناوين، عنوان كل باب يضعه للأحاديث التي تحته، هذا العنوان دليل على شدة علمه وفهمه. ماذا يقول؟ باب سلوك البر والبحر في طلب العلم. وساق قصة سيدنا موسى أنه سلك البر ثم وصل إلى مجمع البحرين فانطلق في البحر حتى التقى بهذا الإنسان. سلوك البر والبحر، نحن نقول في زماننا باب سلوك البر والبحر في طلب المال، هات. أما العلم فهو عند الله تعالى إن شاء الله، بعد أن ينتقل هذا الإنسان إلى جوار الله يعلم علم اليقين كل شيء. طبعا لا يعلم شيئا لأنه لا يبحث عن العلم النافع في الدنيا، وإنما يبحث عن طلب المال في الدنيا للأسف. انطلق سيدنا موسى معه غلامه، غلامه يحمل مكتلا، وعاء، زنبيلا، والزنبيل لغة فصيحة من باب البيان. في هذا المكتل حوت. قال: حوت يتسع في مكتل وزنبيل؟ قال: لا، قد يطلق الحوت على السمكة الكبيرة. أخذوا سمكة كبيرة لكي يتقوتوا بها، لأنهم عرفوا أن طريقهم بعيدة وطويلة، فجهزوا أنفسهم بحيث يقتاتون عليها عدة أيام تفيدهم وتقوتهم مدة سفرهم. قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب جمع حقبة، والحقبة هي المدة الطويلة، قد تطلق على سنوات طويلة جدا، وأيضا تجمع على أحقابة، لابثين فيها أحقابة. نعم. قال: أو أمضي حقبا، لو بقيت أمشي سنوات حتى أصل إليه لأتعلم منه سأبقى ماشيا. سبحان الله، أذكر نفسي أنا دائما، نفسي تقول لي: أنت طلبت العلم كفى، لماذا ترجع وتقرأ وتبحث وكذا وكذا؟ أقول بيني وبين نفسي: أستغفر الله، إذا ظننت هذا فقد استولى علي الشيطان، وإذا ظن أي إنسان هذا فقد استولى عليه الشيطان. إذا قال له: أنت قد بلغت من العلم المبلغ المطلوب، فقد دخل الشيطان عليه ليزيغ قلبه عن الحق وليغره بنفسه.
أو أمضي حقبة، لو بقيت سنوات سأتابع طريقي لأتعلم. قال أو أمضي حقبة، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. مضيا يمشيان حتى إذا اقتربا من المكان الذي أشار الله تعالى إلى سيدنا موسى بأنه سيلاقي الخضر فيه، جلسوا ليستريحوا، ووضع يوشع بن نون فتى سيدنا موسى المكتل عن ظهره وجلسا يستريحان. قدر الله تعالى أن تأتي شيء، يأتي شيء من ماء الحياة يصيب هذا الحوت، هذه السمكة الكبيرة، فتحيا بإذن الله وتقوم وتمضي إلى البحر. قال ما هذا ماء الحياة؟ الله أعلم. في بعض القصص الخرافية، أقول الخرافية التي توجد في كتب زي ألف ليلة وليلة وما إلى ذلك، أن هذا الماء الحياة يوجد ما أدري فين، في خلف جبل ما أدري إيش اسمه، قاف وتاف وماف، وهذا كله خرافات وليس له أصل أبدا. قال إذن من أين جئت بهذه التسمية ماء الحياة؟ هذه التسمية وردت في بعض الروايات وأثرت عن بعض التابعين وغيرهم، لا نجزم ونقطع بورودها لأنها لم ترد في حديث صحيح صريح، ولكن لا بأس بروايتها، ولم ينقل أحد من التابعين مكان وجودها ولا معرفة أحد بها. لعلها جاء بها ملك من السماء بإذن الله لتحيا هذه السمكة، فلا يجزم أحد بذلك ولا يعرف تفصيلا عن ذلك، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. حيت هذه السمكة بإذن الله ومضت، كانوا قريبين من شاطئ البحر، مضت هذه السمكة في طريق فدخلت إلى البحر وغابت فيه. هذا الطريق الذي مشت فيه السمكة جمد مكانه، كأنه صار طريقا يابسا. يستيقظ سيدنا موسى عليه السلام وفتاه، لا ينتبه فتاه إلى أن السمكة قد خرجت من الزنبيل من المكتل، فيحمل المكتل على ظهره ويمضي منطلقا. بعد قليل يستشعران الجوع، قال لفتاه آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، الطريق طويل بعيدا ونحن قد تعبنا، فهاتي هذا الغداء. نظر في هذا المكتل فإذا هذه السمكة غير موجودة. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة، المكان الذي استرحنا فيه، تذكره؟ قال نعم خير. أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، هناك يبدو أن الحوت قد خرج ومضى وأنا لا أدري أينه، ولم أستشعر ذلك ونسيت القضية ومضيت معك، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. ما العجب؟ أن المكان الذي دخلت فيه السمكة صار جافا يابسا، رجعوا فنظروا إيش هذا، كيف ييبس هذا المكان، عجب، أمر عجيب، اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي أي نقصد، ذلك ما كنا نبغي أي نقصده. هذه هي العلامة التي أعطاها مولانا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى بأنه سيلتقي مع الخضر فيها، في هذا المكان الذي تفقد فيه الحوت، هناك مجمع البحرين، هناك ستلاقي هذا الإنسان الذي ستستفيد منه علما ليس عندك. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. القصص هنا ليست جمع قصة، ليست جمع قصة، وإنما قصصا من اقتص الأثر، اقتص الأثر أي تتبعه، نظر أين موضع أقدامهما، أين كانا واقفين حتى وجدا المكان الذي فيه كانا يجلسان فيه، ثم نظرا إلى المكان الذي سلكته السمكة حتى يدخلا منه. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا المقطع من الآية زاغ بسببه أقوام، لأنهم لا بسبب الآية، وحاشا أن يكون كلام الله يزيغ قلوبا، وإنما لأنهم فسروا وأولوا وأخرجوا معنى الآيات عما قصدت وأشارت إليه، عما قصدت إليه وبينت ودلت عليه.
ماذا قالوا؟ قالوا إذا جاء الإنسان العلم اللدني فحينها قد سقط عنه التكليف ولم يبقى بحاجة إلى شيء، لا داعي لأن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يفعل شيء، خلاص هذا الله فتح عليه. إذا الله فتح عليه خلاص ما بده شيء طاولة، خلاص وصل. لوين وصل؟ وصل لجنة، لم يصل إلى مكان آخر. إذا ترك الصلاة والصوم فقد وصل إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. هذا قاله بعض الناس على مرات ومراحل وعبر العصور. من أين جاءوا؟ قال آتيناه علمناهم، فوجد عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا، قال هذه الرحمة العندية يعني من عند الله، وعلمناه من لدنا هذا العلم اللدني، علما هذا العلم اللدني، هذا فتح إلهي ليس لا عن طريق الدراسة ولا عن طريق التعلم ولا عن طريق شيء. طيب إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة لأحد أن يتعلم، إذن أنا أصلي وأصوم ثم ينزل علي الفتح الإلهي فيفتح علي فأترك جميع العلوم وأترك من بعدها الصلاة والحج والزكاة والصوم، فتح علي صرت أشاهد الأمور عيانا يقينا. هذا كما قلت باب ضل بسببه أقوام وانحرفوا عن الحق وزاغوا فأزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. والمشكلة بماذا؟ أنهم ادعوا القرب إلى الله فيه، أعوذ بالله من ذلك، هذا أخطر ما يكون. حينما يدعي الإنسان أنني أنا وصلت إلى الله، وصلت إلى الله بماذا؟ بمزيد من القربات، مو بترك الطاعات، بهذا يصل إلى الله الإنسان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بأنفاسه الأخيرة مثلا من باب الذكر يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي الناس الصلاة التزموا بها. الصلاة هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره التزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكيف يدعي إنسان والعياذ بالله أنه إذا فتح علي لا حاجة لعبادة ولا غير ذلك؟ أعوذ بالله من هذا. وهذا كما قلت أمر مهم أن ننبه عليه. قال هذا العبد، رجح العلماء أيضا الفقهاء المتقنون المستقيمون بناء على هذه اللفظة من الآية أيضا التي فهمها أناس فهما خارجا عن الحق، العلماء المتقنون فهموا منها فهما دقيقا جيدا، قالوا هذا يشير إلى نبوة الخضر. آتيناه من لدنا رحمة وعلم، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما. قالوا من الذي ينال هذا العلم اللدني وهذه الرحمة الخاصة التي يكون فيها توجه إلهي مباشر إلى عبد من عباد الله إلا أن يكون نبيا؟ قالوا هو نبي إذن، وهذا والله أعلم هو الأصح، هو الأصح من أقوال أهل العلم. أكان نبيا أم رجلا صالحا فقط؟ الأصح استدلالا بهذا المقطع من الآية أنه كان نبيا. اقتربا منه. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري تفصيل لما ذكره القرآن مجملا. قال عبد الله بن عباس يروي عما سمعه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءه موسى فسلم عليه فرأى رجلا مسجا يعني مغطى بثوبه فسلم عليه فكشف عن رأسه السجف الغطاء ونظر قال أنى بأرضك السلام. هنا هذا البلد لا يعرف أصحابه سلاما ولا ما إلى ذلك، سلاما بتحية الإسلام لا يعرفون هذا، لعلهم يحيون بعضهم بتحيات أخرى أو كذا. قال أنى بأرضك السلام، ثم قال من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. قال موسى بني إسرائيل الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل؟ قال نعم. فقام الرجل، ما قال أنت جاي إلي وأنا أنت دا تعلم مني خليني بيرك، لا أنت رسول الله قد يؤتيني الله تعالى علما يزيد على علمك في بعض النواحي لكن الله اختصك بمزيد من فضله وكلامه. فقام الرجل ورحب بسيدنا موسى ثم أجلسه. قال الله تعالى يحكي لنا ما الذي طلبه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
وانظر إلى هذا التعبير الذي صدر من سيدنا موسى، والقرآن كما قلت يا أيها الأحبة يحكي ما جرى بالحق. من سنوات خلت ألف بعض الناس في مصر أو في غيرها رسالة نال بها شهادة الدكتوراه عن القصص القرآني، فقال إن القصص القرآني يحكي القضية بشكل عام ولا يلتزم الدقة في الرواية، وهذا كفر، هذا الكلام كفر. جعلها كقصص البشر كما قلنا، يزيد وينقص ويقدم ويؤخر ويلون القصة ويزخرفها، هذا كفر. إذا قلت هذا عن كلام الله فقد خرجت من دين الله أصلا. القصص القرآني كما جرى يحكى. قال هل أتبعك؟ ما أعظم هذا التعبير من رجل عظيم، وهذا سر عظمته. حينما استشعر أنه نسب العلم إلى نفسه ولم يكن يقصد بذلك كما قلت من البداية استكبارا على أحد، وإنما لأنه لا يعرف أن رسولا آخر بمنزلته قد بعث في زمانه، رغم ذلك استشعر هذا، وجد في نفسه هذا أنه لم يؤدي ما عليه تماما. قال هل أتبعك؟ أنا تابع لك، أنت أعلم مني في هذه القضايا، فأنا أريد أن أكون تابعا. أتساءل هل منا من يرضى أن يقول هذا لإنسان لا يعرف عنه شيئا؟ قل ذلك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هداية وتمييزا؟ قال له كلمة كمن يصب الماء على جسد ساخن. قال إنك لن تستطيع معي صبر، ما بتقدر تتحمل. أيضا أمر صحيح، تخيل، أنا دائما أتخيلها، دائما أقيس الأمور على نفسي، إنسان قد لا أعرفه أو أظنه أقل مني مرتبة يقول لي أنت ما خرجك تتحمل، عقلي حينها لن يتحمل، إما سألطمه أو سأكلمه بكلام قاس، أنا ما بدي أتحمل، أنت لا تقول لي هذا الكلام. هذه الطبيعة قد تكون فينا جميعا. انظر أيضا إلى أدب الأنبياء وما علمنا الله تعالى، والقصة كلها عبر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت لا تعلم حيثيات وتفصيلات هذه الجزئيات. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لا تحزن مني، أنا سأصبر سأتحمل بإذن الله تعالى، كذا كذا كذا، لا تعجل علي. ما قال له موسى كما قلنا عليه السلام انفعل، وقال أنت لا تفهم الحديث ولا تدري أسلوب الخطاب. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال بعض أهل العلم والله تعالى أعلم، قال لو قال ستجدني صابرا إن شاء الله لصبره الله تعالى أكثر، ولكنه قدم المشيئة على العمل كما يقول بعضنا الآن في عصرنا تنطبق تماما إن شاء الله، وهو لا يريد أن يفعل. طبعا لم يكن سيدنا موسى يقصد أنه لن يفعل، حاشا، ولكن قدر الله تعالى أن يقدم المشيئة على الفعل. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، الشرط بيني وبينك أنك إذا مشيت معي فرأيت مني أمورا قد لا توافق عليها، قد لا تقبلها، قد لا تقتنع بها، أن تبقى ساكتا. وهذا شرط عصيب وصعيب، عصيب وصعيب أي بمعنى صعب، على الناس جميعا. أن يرى الإنسان شيئا لا يحتمله عقله ولا يدركه ولا يفهم مغزاه، وقد يظنه خطأ محضا، ثم يبقى ساكتا وباستطاعته الكلام. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أنا إذا حدثتك وفصلت لك فحيها لي، أما أنت فلا يحق لك أن تسألني عن شيء. قال فانطلق، ومع انطلاقهما نتوقف لنستكمل غدا إن شاء الله تعالى. نفعنا الله بما تعلمنا، الحمد لله رب العالمين.